يا مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. وانتوا عارفين دايما لما بقول كلمه جه وقتك بحب دايما اقول لكم ان جه وقتك تفهم اكتر، تتعلم اكتر، جه وقتك تطلب من ربنا ان هو يدخل في مشاكلك وظروفك عشان يحلها لك، او على الاقل يرفع منسوب التعزيات عندك. جه وقتك، جه وقتك يعني الوقت ده حلو قوي انك انت تسال ربنا ان هو يباركك ويبارك بيتك وعيالك وحياتك. النهارده في جه وقتك حلقه مميزه، ولاول مره معانا الاخ المحبوب الدكتور مايكل اسحاق. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك يا سيدي، انت مشرفنا في المكان بجد يعني. الرب يباركك. ربنا يباركك يعني يستخدمك، ومعاك فريق حلو. ما في فريق جميل قوي، فريق للتسبيح. نشكر ربنا لاجلهم حقيقي، يعني منورين المكان، يعني نشكر رب كتير. اعزائي المشاهدين الكرام، احنا هنتكلم النهارده عن افتح قلبك، او خلينا اقولها افتح قلبي، يعني حتى ده تعبير بيبقى جميل قوي. يا رب افتح قلبي، امين. اتمنى ربنا يفتح قلوبنا كلنا الليله دي حقيقي. كمان اقول لكم الحلقه دي مسجله، يعني ايه؟ يعني ما فيش تليفونات، احنا بنعتذر جدا جدا، ان شاء الله قريب يبقى فيه، لكن بنعمة المسيح تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الفيسبوك اثناء الحلقه، او كل المعلومات اللي بتبقى موجوده على الشاشه. اهلا وسهلا بيكم. متعودين لما يبقى معانا فريق تسبيح والاخ مايكل الاخ مرنم، يبقى ادخلوا الى حضرته بالترنم. تيجوا بينا نسمع ترنيمه وبعد نرجع نتكلم. افتح قلبي، امين. بغني بين الناس انا ليا اله عظيم، وبغني بين الناس انا ليا اله عظيم، انا ليا اله عظيم، انا ليا اله عظيم. وبغني بين الناس انا ليا اله عظيم، وبغني بين الناس انا ليا اله عظيم، وبغني بين الناس انا ليا اله عظيم، انا ليا اله عظيم، انا ليا اله عظيم. وبغني بين الناس انا ليا اله عظيم، سامحني رغم اني عوجت المستقيم، محاصك ذنوبي وماضي الاثيم، سامحني رغم اني عوجت المستقيم، وما حاصك ذنوبي وماضي الاثيم. وبغني بين الناس انا ليا اله عظيم، وبغني بين الناس انا ليا اله عظيم، انا ليا اله عظيم، انا ليا اله عظيم. وبغني بين الناس انا ليا اله عظيم، انقذني من الهبوط الى حفرة الجحيم، وجدت انا فدية في دمه الكريم، انقذني من الهبوط الى حفرة الجحيم، وجدت انا فدية في دمه الكريم. وبغني بغني بين الناس انا ليا اله عظيم،
بغني بين الناس. أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس. أنا ليا إله عظيم. الرحيم وعلى الركبتين حملني كالفطيم، اترائف علي إلهي الرحيم، على الركبتين حملني كالفطيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس. أنا ليا إله عظيم، من حوله أغاني تسبيح السرافيم، لكن سمع مني الصلاة والترنيم، من حوله أغاني تسبيح السرافيم، لكن سمع مني الصلاة والترنيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. مجد للرب. أنا بتشد قوي للتعبير أنا ليا إله عظيم. أيوه بتشد. أيوة. جامد فعلا فعلا بجد، يعني عارف بتحس انك انت ماشي ورا اله عظيم. طبعا ازاي ما غنيش لاله حبني محبه عظيمه. فعلا. عايز اقول يا قسيس انه الهي العظيم. أيوة. لما يحبني يحب. أيوة. محبه عظيم. عظيمه. فعلا. وده بيستغربوا الناس. الناس بره بيستغربوا ازاي ربنا، انتوا بتقولوا ربنا بيحبكم لغايه الموت. ده حاجه غريبه، حاجه فوق ادراك العقل. حاجه عظيمه. انا عايز اقول النهارده ايوه فعلا هي حاجه عظيمه. أيوة. وحاجه فوق ادراك العقل. لانه زي ما كنا بنرنم انا ليا اله عظيم. الهي العظيم لما يحبني ما يحبنيش محبه اقل من انها تكون عظيمه. بيعجبني قوي في الترنيمه اللي رنمناها سامحني. ايوه. رغم اني عوجت المستقيم. ايوه ايوه انا عوجت المستقيم زي ما الكتاب بيقول ولم اجازى عليه. مجد. والاغنيه مجد. في نفس النص على فكره اللي بيقول فيها نفس الكلام ده، يقول في اغنيه اغني هتغني تقول ايه، فدى نفسي من العبور الى الحفره. فترى حياه النور. وانا نفسي النهارده من اول لحظه كده في برنامجنا قسيس يكون ربنا كده بينور قدام كل آمين مشاهد ومشاهده. امين يا رب. أمين. اذا كان عنوان الحلقه افتح قلبي، فربنا يفتح قلوبنا. امين يا رب. ويسامحنا ويغفر لنا. آمين. ويغيرنا حي فعلا. يعني دخلت فينا جامد كده بتعبير جميل ان لينا اله عظيم. بالظبط. لينا اله عظيم. مايكل طيب ما حفظ الألقاب بعد إذنك ممكن؟ طبعا سامحني. طبعا. طيب خلينا يعني نبتدي بحاجة مهمة جدا. افتح قلبي، افتح قلوبنا أيا كان. عايز أدخل في حتة يعني قبل ما يفتح قلبي، هو أنا ليه عايزه يفتح قلبي؟ ليه؟ إيه الهدف يعني؟ أنا عايز أقول إنه هل في حاجة اسمها قلب مقفول عشان يفتح قلبي؟ هو في كده؟ طبعا في قلب مقفول. طب ما طبعا ما تساعدنا شويه، احنا عايزين نتكلم كلام بسيط قوي للمشاهد النهارده. كتير مننا بيكون عايش حياه شكلها جميل بس قلبه مقفول. زي انا النهارده نفسي كمان نحكي لحضره القسيس عن شخصيه اسمها ليديا. ليديا. ليديا؟ ليديا. فين دي؟ فين دي؟ في سفر الأعمال أصحاح 16 في قصة شهيرة، وممكن بعد ما نقول ممكن بعد ما نقول يفتح قلبي وقلبي مقفول ممكن نقرأ النص كمان مع بعض. يعني حضرتك بتقول لنا ليديا دي مثل لإنسانة اللي احنا هنتكلم عنه. بالظبط. لإنسانة كانت عايشة حياة شكلها قريب من ربنا بس قلبها مقفول. ياه. ده ممكن ده حاجه
حق كتير جدا ده. يعني في حد حكم عليها مثلا او حد يعني هنقدر نفهم من القصه ليه القصه كدا؟ القصه هتوضح لنا كل حاجه. فين القصه دي يا اخ مايكل؟ سفر اعمال الرسل اصحاح 16 ممكن نقرا اعمال الرسل ده في العهد الجديد. سفر اعمال الرسل بعد الاناجيل على طول في العهد الجديد اصحاح 16 من عدد 13 بيتكلم عن بولس الرسول وهو كان في رحله كرازيه رايح يوصل رساله الانجيل. يعني ايه رحله كرازيه بتقصد يعني؟ مسافر هو وكان معاه سيلا وقتها وكمان كان معاهم تيموثاوس كانوا مسافرين في مدن يوصلوا رسالة الإنجيل يتكلموا عن المسيح. أيوة أيوة يعرفوا الناس عن شخص المسيح. كان وقتها طبعا المسيح كل اللي يعرفوه أساسا إنه ده شخص كان جه في اليهودية ومات واتصلب وخلص الموضوع على كده. أيوة أيوة ما يعرفوش أكتر من كده. ده اللي يعرفه. فهم كانوا بيوصلوا بشارة الخلاص رسالة الإنجيل إنه المسيح مش بس جه وعمل معجزات زي ما الناس كانت بتسمع ومات وانتهت القصة لكنه قام. وهذا الشخص الذي مات وقام يقدر يغير الحياة بالكامل. دي الرسالة، دي رسالة الإنجيل. يقدر يغير الحياة بالكامل ويقدر يدي الإنسان حل لمشكلة الخطيئة. يعني أخ مايكل أنا مش حابب أقطعك كتير لكن يعني تقصد أني معاهم خبر صار بالضبط فهم رايحين بالخبر ده بالضبط. صار الإنجيل هو البشارة المفرحة. فرحين بيه ده. بشارة مفرحة، بشارة مفرحة أنا بنقلها للناس، هي فرحتني فأنا عايز أفرح الناس بيها. بشارة فيها حلو قوي ده أمل. أيوه وخلاص للناس لأنه الناس يا سي سمير تعبانة، ناس مطحونة، الحياة صعبة. يعني إحنا كتير بنقول التعبير ده الحياة من غير المسيح صعبة. دي حقيقة، الحياة من غير المسيح مستحيلة لأنه الإنسان بيحاول طول حياته يصارع ويكافح ويتعب ويبذل مجهود وفي الآخر بيلاقي أن كل اللي بيعمله ده بيلف في دايرة مش قادر يخرج منها وهو هو زي ما هو جوه خطاياه. فالمسيح الوحيد اللي قدر أنه يقدم حل لمشكلة الخطيئة. طيب هنخش فيها، هنتبحر طبعا باللغة العربية يعني هنخش بعمق في الكلمة. سوف نبحر دي. سوف نبحر يعني. طيب انت خشيت لي في أعمال الرسل وقلت لي أن بولس كان مسافر بالضبط في أعمال الرسل أصحاح 16 من عدد 13 يقول كده. هم راحوا مدينة اسمها فيليبي، ده الجزء السابق للنص ده فعلشان نكون عارفين برضو القصة حصلت فين. في مدينة اسمها فيليبي وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر. يعني بولس الرسول هو والمجموعة اللي كانوا معاه يوم السبت خرجوا خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة. وعايز نركز في كلمة العادة دي لأنها مهمة. حيث جرت العادة أن تكون صلاة. يعني راحوا بالبلد كده. راحوا لناس متعودين يعملوا اجتماع صلاة. فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت، شوف الكلمة المهمة دي، تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله. ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا فألزمها. طب ده فصل جميل جدا يعني بجد يعني أشكرك جدا أنك جبت شخصية زي كده. طيب تحب نمشي لأن أنا شايف أن السيتي دي كانت كويس؟ قدام الناس طبعا طبعا كويس. طب إيه المشكلة؟ دي يعني يا اخ مايكل الست دي ممكن توصفها لي من اللي انت قريته حضرتك؟ طبعا. ايه كان بيقول بيوصفها بايه يعني؟ يعني تعالوا نبص في كذا حاجه. وصفها بايه؟ اولا هي ست مصليه. مصليه يعني بتخش الهيكل تصلي، بتروح اجتماع صلاه. وركز في الكلام ده. متعوده على كده كمان، ليها عاده الصلاه. يعني دايما بتروح تصلي. تصلي. طب دي واحد بتروح تصلي ولها عادة على كده. يعني في ناس أصل بتروح تصلي مرة مثلا في الشهر. في ناس بتصلي على فكرة لما تبقى محتاجة ربنا. لا دي مواظبة يعني. دي مواظبة يعني بتصلي وبمواظبة. طب واحد اثنين، شوف الجملة أنا المهمة. أنا عايز أحفظهم. دي أولا كانت مصلية. اثنين كانت مالها؟ متعبدة لله. متعبدة لله يعني مفروض إنها في علاقة مع ربنا، بتدور على ربنا. وعلى فكرة
يعني في ناس وممكن بعد شويه احكي مع حضرتك هي ولا كانت متعبده؟ هي مفروض في النص ده انها متعبده بتحاول انها تقترب الى الله. ما هي على فكره انا عايز النهارده نفرق في حاجه مهمه قوي بين انه اكون احاول اعيش حياه التدين. خلي بالك التعبد والتدين تعبير غير العلاقه الحقيقيه مع الرب. يعني التعبد يا مايكل هو نفس التدين؟ يعني الكلمه دي هي دي التعبد. التعبد لو بصوره ظاهريه مش حقيقيه للرب، ولازم المشاهد ياخد باله من الفرق ده، هيبقى تدين. التعبد بقلب مخلص قبل عمل المسيح وصليب المسيح وفدائه واصبح خليقه جديده يبقى مش تعبد تدين، يبقى في علاقه حيه بينه وبين الرب. هقول تشبيه علشان كلامنا يكون واضح. لا قصدي كلام صعب. ما انا هقول يعني بقى يعني انا هتكلمني على اني لو التعبد ده تحول الى 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 قلب صافي وكده يبقى ده قبول المسيح مخلص. وبتقول كلام كبير قوي، نعمه الخلاص قبلوا المسيح. فممكن انا هحكي قصه، ممكن بلاش شركه بقطر مجري، لا ممكن على مهلك شويه، هنحكي قصه بسيطه قوي يعرفها اي حد مسيحي. ايه رايك؟ كويسه القصه دي؟ لو غير المسيحي ما يعرفهاش يعني يمكن يكون سمع عنها. انا هحكي قصه بقول كده يعني لانها موجوده في الكتاب المقدس. طيب ماشي. المسيح قال قصه عن اثنين دخلا الهيكل ليصليا. اثنين دخلا الى الهيكل ليصليا. ايه راي حضرتك وهم داخلين للهيكل، هم الاثنين داخلين يعملوا ايه؟ داخلين يصلوا. هم الاثنين وهم داخلين شكلهم بيعملوا ايه لله؟ بيتعبدوا. برافو، وصلنا للنقطة المهمة قوي. فعلا بيتعبدوا. هما الاثنين داخلين يتعبدوا. لكن المسيح حكى بقى القصة من وجهة النظر الإلهية. احنا بنشوف في الصورة دي الظاهرية ان اثنين داخلين بيصلوا، اثنين داخلين يتعبدوا، اثنين داخلين للهيكل. هما الاثنين داخلين نفس المكان، يعملوا نفس الحاجة بنفس الشكل اللي الإنسان يقدر يوصل له. لكن المسيح قال بقى ده صلى صلاة وده صلى صلاة. الفريسي صلى وقال للرب، شوف الصلاة بقى اللي هو بيتعبد بيها. قال له اللهم أشكرك. كويس قوي لغاية كده، كويس قوي على فكرة. اللهم أشكرك. لما الإنسان يقول لله اللهم أشكرك، مفروض يقول له أشكرك على إنك أنت مثلا بتحبني، إنك أنت بتديني بتديني خيرات، أشكرك لأنك بتصنع أمر معايا. لكن شوف الفريسي يقول إيه لله؟ اللهم أشكرك أني أنا لست مثل باقي الناس. طب بتشكر ربنا على إيه؟ طب شرفه هو باقي الناس كلها يعني. لا وهو كأنه عايز وزنهم إزاي؟ هو كأنه يعني عايز يقول لربنا إيه؟ اللهم أشكرني أني لست مثل باقي الناس الظالمين الخاطفين. شوف قسم الناس إزاي بقى ابتدى بالإداء. الظالمين الخاطفين الزناة. وبص للعشار اللي جنبه ويشاور عليه كله ولا مثل هذا العشار. انا بعمل لك ايه بقى؟ شوف ادي التدين وادي اللي شاء التعبد بصوره ظاهريه. اصوم مرتين في الاسبوع واعشر كل ما اربع وجمعه يعني وحاجات زي كده، يعني بعمل الفرض بتاعي. انجاز التعبير بعيد عن الايام، لان في ناس بتصوم ايام تاني غير دول. بصوم الفرض بتاعي تمام واعشر كل ما اقتنيه. لكن العشار بقى، شوف بقى الفرق بين اني ادخل مصلي ومتعبد بانكسار قلب وتعبد حقيقي، واني اكون داخل وظاهريا واو ده انا رائع. اما العشار فلم يشأ ان يرفع عينيه الى السماء، بل قرع على صدره، ولما صلى شوف قال له ايه؟ اللهم ارحمني انا الخاطي. فرق كبير جدا بين واحد شايف ان هو كويس وواحد شايف انه محتاج لربنا. انا عايز اقول حاجه كمان يا سيس، انا عارف بس قبل ما تقول انا هسمعك. اتفضل. هسمعك، لكن قبل ما تقول يا مايكل حقيقي، انت قلت تعبير انا لازم اقوله تاني لان عجبني. عجبني جدا ان الراجل ده الفريسي طلع يصلي وقال له اللهم انا محتاج انك تشكرني. ايوه مش انا اللي اشكره. هو أنا عايزك يا رب تشكرني. بالزبط. انا بالظبط هو بيقول له اشكرك. ده عجبني قوي التعبير ده بصراحه. لكن ودي حقيقه على فكره، ناس كتير كده فاكر ان هي صح. طيب مايكل، انا عايز اسمع ترنيمه. انا عارف انك انت كتبت ترانيم كتير قوي،
لما كنت بقعد معاك كنت بتقول لي وما كنتش يعني اعرف كده بجد يعني. وتنيم يعني انت كتبت تنيم عن يا ربي انت عارف اني محتاج اليك. تمام. الله الله. تعرف ان انا كل يوم يا مايكل صدقني يعلم الله اقول له ده انا محتاج لك. لسه الصبح النهارده قايم بدري اقول له ده انا محتاج لك، ده انا ما اعرفش اعيش من غيرك. انا ما اعرفش الراجل الفريسي ده ازاي يعني قال له انا عايزك تشكرني. احنا للاسف كمان يعني لو دخل الفريسي والعشار على فكره الكنيسه النهارده، لو دخل شخص متدين تدين ظاهري هنقول للراجل ده زي الفل. ده بالعكس يعني لو دخل فريسي وعشار هنوسع له الصفوف الاولى، هنقول للفريسي اتفضل حضرتك قدام، والعشار ده راجل وحش يقعد ورا. دي مصيبه تاني. دي فاحنا نظرتنا حتى غلط. نظرتنا للناس بناخد على المظاهر بعيدا عن القلب، لكن صحيح الله فحص القلب. طب مايكل مضايقك شويه؟ لا اتفضل. معلش الترنيمه دي اللي هي يا ربي انت عارف اني محتاج اليك، دي يعني انت كتبتها ولحنتها الاثنين؟ ايوه. طيب دي انا سمعت ان كان وراها اختبار يعني. ايوه. عايز تشارك بيه قبل ما نرنمها يعني ولا بره الموضوع؟ لا لا نشارك بيه لانه هسيبك براحتك لأنه يعني. لانه برضه في جزء من ارتباطه بالموضوع. بالموضوع يعني. في فتره كنت بمر بتعب صحي وتعب نفسي، يعني الرب سمح ان انا اضغط ضغطه رهيبه جدا. ممكن طبعا، ممكن طبعا. وبعدين قعدت قدام الرب وانا في الوقت ده على فكره بالمناسبه يعني احب حتى علشان المشاهد يكون معايا في الصوره، وصل بي الحال ان انا حتى كنت بقوم من على السرير بالعافيه مش قادر يعني، وصلت الاحساس اني حسيت عارف زي ما تكون ورقه كده ملهاش اي لازمه. قبلها ربنا سمح بكده ليه؟ لان قبلها كنت حاسس ان انا حاجه يعني، وانا انفع وكويس مع ربنا وانفع في خدمه ربنا وانا حاجه، انا شيء ينفع الله يستخدمه. فراح ربنا حب يوريني لو شال الفيشه بس ايه اللي هيحصل. حب يعرفني ان انا من غيره لا شيء. وتحت الضغط وتحت هذا الالم الشديد وقتها كنت بعزف اكورديون، معايا اكورديون كده جميل، فرحت قعدت وانا منهار مسكت الاكورديون حتى ما كنتش قادر اشيله. انا فاكر فقعدت على كرسي وحطيت الاكورديون على كتفي وابتديت ادندن، ودي كانت صلاه اللي انا هرنمه دلوقتي، دي كانت صلاه ما كنتش بكتبها كترنيمه. فانا كنت بعمل كده ليه يا قسيس؟ انا كنت بعمل كده عشان اخرج بره المود اللي انا فيه. كنت بعزف وكنت عايز ارنم اي ترنيمه، فراح ربنا ابتدى يديني الكلام ده. ابتديت اعبر وانا كنت قاعد لوحدي في الاوضه وعمال اقول الكلام ده وابكي، ولما ابتدت الكلمات دي تيجي رحت طلعت ورقه وابتديت اكتب وقلت له يا رب انت عارف اني محتاج اليك وقلبي انت كاشف كله قدام عينيك. وكتبت في عدد 2 ودي كانت النقطه الجوهريه في الترنيمه دي، يا رب انت عارف اني وحدي ضعيف وعجزي انت شايف وحملي مش خفيف. لكن الحاجه الحلوه بقى ان ربنا شجعني انه ليا اله حلو، زي ما كنا بنرنم ليا اله عظيم. عنده استعداد يقبلني. فرحت كتبت في القرار احضانك تنتظرني مجد. قلبك مليان حنان وايديك بتنتشلني. وكلمه تنتشل على فكره كلمه قويه تستخدم للناس اللي بتغرق. ايوه 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 ايوه. ايديك تنتشلني بسرعه تسحبني بسرعه من الضعف ومن الهوان. امين. لا كلمات الحاجة لما بتبقى جاية ومن واقع اختبار بتبقى جميلة يا مايكل. فعلا فعلا. يا رب انت عارف اني محتاج اليك. امين. محتاج إليك وقلبي أنت كاشف كله قدام عينيك. يا ربي أنت عارف إني محتاج إليك وقلبي أنت كاشف كله قدام عينيك. تقدر ترسي لضعفي
تقدر تمحي الذنوب والجرح قلبي تشفي وانا تايه في الدروب تقدر ترفي لضعف تقدر تمحي الذنوب والجرح قلبي تشفي وانا تايه في الدروب احضانك تنتظرني قلبك مليان حنان وايديك بتنتشلني من الضعف ومن الهوى احضانك تنتظرني قلبك مليان حنان وايديك بتنتشلني من الضعف ومن الهوى وحدي ضعيف وعجزي انت شايف وحملي مش خفيف يا ربي انت عارف اني وحدي ضعيف وعجزي انت شايف وحملي مش خفيف وبحبك بتحاصرني مهما حاولت الهروب شخصك دايما فاكرني مستني ارجع واتوب وبحبك بتحاصرني مهما حاولت الهروب شخصك دايما فاكرني مستني ارجع واتوب أحضانك تنتظرني قلبك مليان حنان وإيديك بتنتشلني من الضعف وبالهوى أحضانك تنتظرني قلبك مليان حنان وإيديك بتنتشلني من الضعف بالهوى تنتشلني. أعزائي المشاهدين يمكن في حد فينا محتاج الكلمة دي تقول له أنت شلني شلني زي ما قلت مايكل قال كلمة جميلة أنت شلني دي عاملة زي واحد يكون غرقان وعايز حد ينقذه ينقذه بسرعة. أنا أصلا من اسكندرية يعني فالبحر ده ومن وأنا عمري يمكن في رابعة ابتدائي ولا يعني تعلمت ازاي أعوم احنا ساكنين جنب البحر يعني فتعلمنا ازاي نعوم واحنا صغيرين فلما كان واحد يبقى غرقان اتذكر الموجة الدوامة اسمها الدوامة دوامة وتلف كده ونشوف سفافير ونزل رغم البتاع السودة العالم الاسود الاشاره انه خطر ويصرخ حد يا جماعه انقذني ويغرق كان بيبقى عايز واحد ينتشله من الغرق اللي ينتشل طبعا ما فيش حد بينتشل يعني ويقول له لا ايه الاخبار امد ايدي تحب انقذك ولا اللي بينتشل ايوه بسرعه موضوع مش مستحمل صح جدا والنهارده موضوعنا كده يا سيس احنا بنتكلم في موضوع مش مستحمل ان المشاهد فعلا. يقعد يفاصل مع ربنا ويفاصل مع نفسه العمر قصير أيوة العمر قصير أيوة جدا أيوة ومحتاج أيوة ان هو بسرعه ياخد قرار هل هو متدين بصوره شكليه ظاهريه انا عايزك تساعدني في الحته دي يا مايكل يعني يعني دي دلوقتي كانت بتواظب على الصلاه على كانت بتروح وتتعبد واول ما شافت بولس راحت اتلمت مع الستات وقعدت يعني اوصاف برضه لو شفتها زي الفريسي زي حضرتك الفيسر 10 يعني اوصف تكون كويس ده اسمه تدين ده يا مايكل ده تدين بدون ما يكون في علاقه حقيقيه مش فرضيه بيني وبين ربنا ده اسمه تدين وكلمه التدين على فكره الناس بتستخدمها بشكل ايجابي
مع انه على فكره الكتاب المقدس يورينا ان دايما التدين، كلمه التدين كلمه سلبيه. تخيل يعني، انا يمكن حد من المشاهدين يستغرب، يا لم ده احنا بنقول ده الراجل ده حلو، ده راجل بنستخدمها بالبلدي متدين او متدين باللغه العربيه، ده راجل متدين ده بتاع ربنا. تخيل انه الكتاب المقدس في كل المرات اللي كان بيتكلم فيها عن المتدينين كان بيتكلم عن صوره سلبيه، يتكلم عن الفريسيين، الفريسيين شكلهم ايه؟ متدينين زي الفل، لكنهم للاسف من بينقون الخارج وفي الداخل في خراب. يركزوا على الدنيا من بره شكلها ايه، يركزوا الناس شايفاني شكلي ايه، يركزوا هو انا بعمل الفروض ولا مش بعمل. في فرق كبير قوي، ودي نقطه انا عايز اقف عندها لحظات صغيره. اي اي اي، هل انا بتعامل مع ربنا في علاقتي بيه فروض؟ هل انا بتعامل يعني انا مثلا بصلي علشان انا لازم اصلي؟ انا مره احكي لك قصه يا سيدي. مره كنت في مؤتمر، وبعدين انا بحب في المؤتمرات لما بكون في وقت بريك او كده اقرب من اي حد اسلم عليه، ولا سيما لو انا شايف ان هو محتاج لمساعده، محتاج حد يقعد معاه يصلي. بعدين رحت سلمت على شاب كده قربت منه وقعدت معاه. انا فاكر كنا قاعدين كده طالعين من القاعه اللي احنا موجودين فيها، وفي زي سلم صغير فقعدت جنبه على السلم. وانا قاعد جنبه بحكي معاه عن الرب، هل انت فعلا اديت حياتك لربنا؟ هل انت عايش لربنا فعلا؟ بص راح جاوبني قال لي ايه؟ راح قال لي انا بصراحه بعمل له كل حاجه. ركز ركز معايا كده، بعمل له كل حاجه هو عايزها. بروح له الكنيسه، شوف التعبير اللي بعده، بقرا في كتابه، بصلي له. رحت بصيت له كده قلت له يعني انت يعني بتحاول كده ايه؟ قلتها له بالبساطه وهقولها لك بالبلدي كده، قلت له يعني بتسد بقه يعني. راح الشاب بص لي كده قال لا ما قلتلكش كده. قلت له لا، ما انت اللي بتقوله حضرتك يعني عايز كده تسد بقه وما يكلمكش، انا بعمل لك اللي انت عايزه، بقرا في كتابك. سيبني في حالي. حتى انت بتقول اقرا في كتابه، مش اقرا في الكتاب المقدس اللي غالي عليا، في كتابه بصلي، بحضر اجتماعاته. فبيتكلم عن واحد غايب، واحد بعيد عنه، المهم اعمل ايه؟ اعمل الفرض اللي عليا، لا الناس تمسك عليا غلطه ولا ربنا يمسك عليا غلطه. للاسف الكلام ده مش كافي يا اسيس. تخيل اني اكون بعمل الفرض، رغم بيروح بيصلي له، بيقرا في كتابه، واخد بالك من التعبير، بعمل له اللي هو عايزه. انا لو انسان طبيعي اشوف الحاجات دي زي الفل، في ايه يعني؟ لكن ما تكفيش للخلاص دي يا مايكل؟ لا للاسف. يعني ايه؟ يعني معلش برضه، يعني المؤدبين والزهداء، يجي لك واحد النهارده يا مايكل يقول لك بص بقى يا عم، تدخين انا مش بدخن. ماشي؟ اثنين، انا راجل بقدم حسنات وصدقات و 100 100. العشور انا بدفعه، بيلف عليا سكرتير الكنيسه بالوصولات وبدفع، يعني ايه فيها يعني؟ ثلاثه، انا راجل من بيتي للكنيسه ومن الكنيسه للبيت. اربعه، انا ماليش دعوه بحد، انا ماشي مش جنب الحيط، جوه الحيط. خمسه، انا ابويا اللي بنى الكنيسه، مالك؟ ده احنا من عيله اصلا كل الكنائس احنا بانيينها، انت بتتكلم ازاي؟ وبعد كده عايز توديني جهنم؟ ده كلام ما ينفعش يا مايكل. كويس، طب تقول له ايه ده؟ ده اقول له حاجه بسيطه قوي. لو كل اللي حضرتك بتعمله ده كافي انك تدخل السماء، يبقى ما كانش المسيح يجي اساسا. يبقى جه ليه المسيح وتعب نفسه؟ جه ليه المسيح ومات على الصليب؟ اذا كان الحل كان عندي من الاول، اذا كان الحل اساسا كان بسيط قوي لدرجه اني كان ربنا بعت لي كده في الكتاب المقدس قال صوم وقدم عشورك واعمل الحاجات دي وخلص الموضوع. لو هو ده الحل، ما كانش ربنا، على فكره احنا كتير بنقول الموضوع ده ببساطه، ان المسيح جه من اجل البشر ومات من اجلهم على الصليب. ده مش موضوع بسيط، ده مش موضوع بسيط حتى عليه هو شخصيا. الذي، شوف الايه دي، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين. لم يشفق على ابنه، الله بذل ابنه من اجلي. المسيح قبل انه يحتمل عقوبة الخطية ويموت من اجلي على الصليب. ده موضوع صعب جدا. لو كان عندي انا كانسان حل ينفع انا اعمله، ما كانش المسيح عمل كده.
يبقى كان مفروض ان العمل الصليب كله ده يبقى ما كانش ليه لازمة. ملوش لازمة. لو انا اقدر اعمل اعمال كويسة دي وخلاص يعني. طبعا طبعا. طيب مايكل، انت وانت بتقرا قصة ليديا بائعة الارجوان، شخصية معروفة او بالمناسبة يعني، قلت لنا كلمة انا عايزك بقى لازم تساعدني فيها. انا مخي ده مش قادر يقبلها، او خليني اقول لك مش فاهمها. اتفضل. ممكن اتفضل تساعدني يعني. لما بتقول وفتح الرب قلب ليديا، ليديا فتح الرب قلب، اشرحها لي شويه وبعدين اسالك شويه اسئله فيها دي. اوعى تسيبها، لان دلوقتي واحد بيتفرج علينا يقول لك خلاص يا عم انتوا كده تمام، وانا مبسوط من الترنيم اللي بتقولوها والكلام اللي بيقولك مايكل متحمس جميل، يبقى فتح الرب قلب ليديا، يبقى اشكرك يا رب. هجات ايه الكره بقت فين؟ في ملعبكم بقى، من اما يفتح قلبي انا جاهز. تمام تمام. مش ممكن واحد يقول لنا كده؟ طبعا طبعا. احنا اتفقنا خلاص انه ممكن يكون فينا حد شكله متدين، فينا حد بيحضر كنيسه ليه 20 30 سنه زي ما حضرتك قلت، ابوه او حد من عيلته بنى الكنيسه وشكله كويس، بس اكتشفت النهارده انه ده ليس كافي. يعني ايه بقى فتح الرب قلب فلان؟ علشان افهم الجمله دي لازم افهم يعني ايه القلب، لانه احنا كتير قوي حتى في رسوماتنا نرسم القلب اللي هو شكله كده. هو ده القلب ولا هو عضله القلب؟ ده عضله القلب مش القلب. طب ولما الكتاب المقدس بيتكلم دايما عن القلب، هل بيتكلم عن عضله القلب؟ لا طبعا. تخيل الكتاب المقدس بيتكلم عن القلب دايما، حتى لما الرب في وصاياه مثلا زمان لما قال لشعبه تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك. ايه من كل قلبك؟ يعني تطلع حته العضله دي وتحب الرب وتشد كده وفي العضله وتقول بتحب الرب من كل قلبك. كلمه القلب حتى احنا بنستخدمها، انا بحبك من كل قلبي. كلمه القلب تعبر عن المشاعر والاراده. القلب هو مركز مشاعري، مركز ارادتي، مركز رغبتي. السؤال بقى هنا، هل ارادتي ومشاعري ورغبتي هو ده بقى جوهر واهم حاجه في حلقتنا النهارده يا اسيس؟ هل قلبي ومشاعري وارادتي ورغبتي وكل الحاجات دي اللي توجهاتي كلها مع الرب، هل مفتوحه للرب؟ ولا انا بقول زي ما كنا بنحكي من شويه، انا يا رب ملكك، انا بتاعك، انا اصلي لك، اعمل لك، اصوم لك، بس توجه قلبي ومشاعري ورغبتي في حته تاني. ما ممكن واحد يكون رايح الكنيسه يصلي بس وهو جوه الكنيسه بيفكر هيعمل ازاي الخطيه بره. مش في كتير كده؟ للاسف في ناس بتبقى جوه الكنيسه بتخطط بيوصل بعض وبيرتبوا هيعملوا ايه، هيعملوا مصيبه ايه اساسا. اذا ده مش قلبه مفتوح. القلب المفتوح هو لما مشاعري وارادتي وتوجه قلبي يكونوا مع الرب، يكونوا كلهم خاضعين للرب، يكونوا كلهم بيرضوا الرب. في اللحظه دي فتح الرب قلبي. طيب يعني تقصد ان اتفتح قلب لدية معناها ان ارادتها ومشاعرها بالظبط ودنيتها النفسيه كلها جهزت انها تقبل الرب يسوع مخلص. بالظبط هو ده اللي حضرتك تقصده. بالظبط. طيب سوري معلش، مش يعني، طب هل كانت محتاجه ان ربنا يفتح قلبها بالمعنى اللي انت قلته؟ ايوه كانت محتاجه كده. ايوه انا عايز اجاوب على دي بالاضافه لسؤال حضرتك رميت لي شويه قبل كده. هو مين اللي يفتح القلب؟ انا ولا ربنا؟ هو المفروض انا. انا مستغرب بس من الفصل لما يقول لك فتح ربنا قلبها. طب ما دلوقتي ما ممكن واحد يقول لك ما لما يفتح قلب لما يفتح قلب أنا وانا مالي. انا ما هو ما فتحش قلبي لغايه عشان كده انا برضو. طيب النقطه دي بقى نقطه مهمه قوي. لو رحنا لكل القرائن الكتابية اللي بتتكلم عن عمل الله في حياة الإنسان في كل حاجة، سواء كانت توبة، خلاص، رجوع للرب، معجزة، أي حاجة، الله له دور والإنسان له دور. يعني في دور على الإنسان وفي دور على ربنا. بالظبط، في دور على الإنسان. ده كلام جميل جدا. وفي دور على الله. هتقول لي دلوقتي أنت إيه الدور اللي أنا لازم أعمله؟ طبعا. وإيه الدور اللي هو لازم يعمله؟ بالظبط. روعة. طب الله دايما
لو عايزين نعرف ايه الدور اللي بيعمله في كل انا قلت في حاجات كتير حتى المعجزات. أيوة. الله دايما بيعمل الحاجه اللي الانسان ما يعرفش يعملها، المستحيل على الانسان، ويترك له الاختيار والقرار في صنع الحاجه اللي يقدر يعملها الانسان. يعني ايه؟ يعني مثلا لما تكون امر صعب زي التوبه، ايه اللي يشتغل جوايا؟ والروح القدس. طب دي يقدر عليها الانسان؟ لا. طيب مين اللي يدفع ثمن الخطيه من الاصل، الانسان ولا الله؟ لا، هو الانسان ما يقدرش يدفع ثمن خطيه. لو الانسان حاول يدفع ثمن خطيه يدفع، هيحاول يدفع ثمن خطيه واحده، ده لو عرف. لكن طب كل خطاياها اللي في عمره؟ فالله دفع الثمن الكبير الغالي اللي الانسان ما يعرفش يعمله، وتبقى حاجه على الانسان، هو ان يقبل هذا الشيك. كان يا سيس انا مديون بمبلغ، ايا كان المبلغ، بس مبلغ كبير ما اقدرش ادفعه. الاسيس سمير قلبه مليان بالمحبه وعرف بالمعلومه دي، فراح الاسيس سمير دفع، حضرتك دفعت عني المبلغ ده وخدت بيه شيك او مخالصه بالثمن ده. لغايه اللحظه دي حضرتك عملت المستحيل عليا، لكن انا لغايه اللحظه اللي حضرتك معاك الوصل ده انا لسه ما تشالش الدين اللي عليا. انا لسه مديون. امتى يتشال الدين؟ لما اروح لحضرتك خبط على باب حضرتك اقول لك يا سيس شكرا لانك عملت كده، تقول لي انت تقبل انك تاخد الشيك ده، تقبل انك تاخد المخالصه دي؟ اقول لك طبعا. تقبل عملي اللي عملته من اجلك؟ طبعا. تصدق ان انا دفعت الفلوس دي؟ اقول لك طبعا. تقول لي اتفضل ما دام انت قبلت خد هذا الشيك. اروح اخده. شوف انا مديت ايدي واخدته. الانسان لو ما مدش ايده واخد من الله، الانسان لو ما راحش للمسيح، هقولها بقى بلغه الصليب بقى، الانسان لو ما راحش للمسيح بتوبه حقيقيه وقال له يا رب انا بعترف بخطيتي وبصدق انك دفعت الثمن الغالي من اجلي وبديلك قلبي وبعلن ان عندك الغفران والخطيه، الغفران لخطيتي والخلاص ليا، لو ما حصلش ده يبقى الانسان هيفضل زي ما هو في خطاياه. مع ان ادفع الثمن لكنه لم يقبل ولم ياخذ هذا الخلاص. ده معناه ان الرديه الرب فتح قلبها. نيجي بقى، نيجي بقى اللي دي. انا بس حبيت اوضح انه في دورين. الانسان لازم عليه دور والله عليه دور. الله عمل الصعب، الانسان عليه الدور الثاني. ليديا في القصه دي بقى كان في حاجات متهيئه جوه قلبها، فهي كانت اساسا عندها استعداد من الاول، زي ما قلنا هي كانت متعبده بس ما كانتش بتعرف قوي يعني ازاي توصل لله. على فكره في شخص كان متعبد زي ليديا، ممكن نبقى نحكي فيه بعد شويه، اسمه كرنيليوس. واحد تاني زي ده، واحد زي ليديا بالظبط. ياه. طب ده حاجه كويسه قوي. يعني تقدر تحطهم لنا مع بعض، ممكن نعمل كده لان دي ايه التشابه بينهم يعني. ممكن نعمل كده. كرنيليوس برضو كان متعبد لله وكان بيصلي، كان بيدور على ربنا بس مش عارف يوصل للمسيح. ليديا كانت بتدور على الله مش عارفه توصل للمسيح. الاثنين علشان كده الله وصل لهم. فهم بحثوا عن الله وكانوا بيصلوا، ما كانوش عارفين الطريق الصح. وعلى فكرة دي نقطة مهمة قوي قوي لازم يعني ناخد بالنا منها. انه احيانا في ناس بتحاول انها تحصل على الخلاص بدون المسيح. مش في ايامنا دي ناس بتنادي ان في طريق للخلاص من غير المسيح؟ لا طريق للخلاص من غير المسيح. ده كلام يعني يا مايكل، كلام واضح جدا. في ترنيمة حلوة قوي انت كتبتها برضو، يعني انا شايف ان الترنيمة اللي هنرنمها كلها انت كتبتها. ربنا يباركك، ده شيء عظيم. ده احنا بنمجد ربنا لاجل هذا الامر. يعني قلت افتح قلبي. ايوه. في ترنيمه انت كتبتها برضه لحنتها. افتح قلبي. افتح قلبي القاسي. تحب تقدر تسمعنا الترنيمه دي؟ على فكره انا الترنيمه دي كتبتها بالارتباط باختبار. بالارتباط بقصه ليديا. كنت في مؤتمر وكنا ثلاث ايام لمده ثلاث ايام عمالين نخدم في المؤتمر، انا وخادم الرب الحلو صديقي اخويا ايميل فوزي من كذا سنه. وكان المؤتمر كرازي وبنحاول ان احنا نتواصل مع النفوس ونوصل لهم رساله الخلاص، والناس ولا كأن. نيجي وقت الصلاه نصلي ونرنم، اللي يخرج، اللي يتمشى، اللي تجري ورا ابنها، اللي عايز يخرج يعمل شوبينج، لان كنا في مدينه فيها شوبينج وكده. فانا اتضايقت بصراحه، قلت له يا رب معقول انا جاي ومسافر وسايب بيتي وفي الاخر ما فيش اي حاجه كده؟
لغايه ما الرب حط قدامي النص ده. كان اخويا ايميل بيوعظ فيه، ففتح الرب قلبي ليه دي، رحت مسكت في دي وقلت له بس يا رب احنا عايزينك تشتغل في النفوس. أمين. افتح القلب القاسي، في قلوب قاسيه كتير. وعلى فكره الترنيمه دي فيها انواع، كنت في جهلي عنيد رافض صوتك ليا، يا ما سمعت كتير وفضلت في خطاياي. في عدد مهم بيقول ابليس رابط ايدي بسلاسل وقيود، فمهما كان حالي اللي مربوط بيه اصلي من قلبي النهارده ان الرب يفتح قلبي القاسي ويغيرني. امين, أمين. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. كنت في جهلي عنيد رافض صوتك ليا، وانت مدد لي الايد بمراحم سماويه. كنت في جهلي عنيد رافض صوتك ليا، وانت مدد لي الايد بمراحم سماويه. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي يا ما سمعت كتير وفضلت في خطاياي، ورفضت التغيير وعشت لدنياي. يا ما سمعت كتير وفضلت في خطاياي، ورفضت التغيير وعشت الدنيا. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وانا رابط ايدي بسلاسل وقيود، نفسه يفضل سيدي مش عايزني اعود. ابليس رابط ايدي بسلاسل وقيود، نفسه يفضل سيدي مش عايزني اعود. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. افتح قلبي
اصلي الكلام دوت. وادي دموع التوبه من انسان محتاج انك تيجي وتشفي وتبقى لنفسي علاج. وادي دموع التوبه من انسان محتاج انك تيجي وتشفي وتبقى لنفسي علاج. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع. كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع. كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. افتح قلبي القاسي واملك فيه. واملك فيه. امين امين. اعزائي المشاهدين الكرام، اتمنى انكم تكونوا صليتوا مع الاخ مايكل. هو بيقول افتح قلب القاسي. ايوه، ايه المشكله انك انت النهارده تقول له افتح قلب القاسي؟ ايه المشكله تقول له النهارده انا عايزك تملكني، تتملك علي، تكون انت الاول والاخر، البدايه والنهايه في حياتي. بجد نفسي قوي قوي قوي. تعرف اخ مايكل، معني حضرتك الضيف يعني، ما احبش انا اتكلم ولا اقطعك ولا اخذ من وقتك يعني، لكن كلامك اثر فيا قوي. ان في تبعيه للمسيح. لسه كنت بتكلم فيها مع اجتماع شباب امبارح، بقول لهم في تبعيه القطيع. كله بيصلي دينا بنصلي، كله بيرفع ايده ادينا بنرفع. يعني مع حفظ الالقاب او حفظ الاسماء، مش عايز اذكر اي اسماء، لكن كنت في بلد وبعدين بنرنم، ففي شباب رافعين ايديهم والتانيه ما شغاله، كله رافع ايده، ايده الاثنين، ايد واحده. فعم بساله، هو انت بترفع ايدك ليه؟ انا سالت سؤال يعني. فراح رد عليا قال لي ما انا بشوفهم في التلفزيون بيرفعوا ايديهم. مش انتوا برضه بترفعوا ايديكم؟ مش لازم ارفع ايدينا ولا ايه؟ فانا بصراحه يعني خدت معاه وقت زي ما انت اتكلمت مع الشاب كده، لكن عايز ارجع لحضرتك من ده وقتك يعني، ان في ليديا الرب فتح قلبها. صح كده؟ بالظبط. وفي كرنيليوس، عمل ايه الرب معاه بقى؟ كرنيليوس على فكره قصته في سفر اعمال الرسل برضه نفس السفر. نفس السفر. اصحاح 10. احنا قصه ليديا في اصحاح 16، كرنيليوس في اصحاح 10. كرنيليوس كان شخص تقي، كان متعبد لله برضه. طب ما ده نفس الفكره. وبعدين على فكره في تشابه بين كرنيليوس وليديا كتير قوي. فعلا. يعني فعلا. انا من ضمن الحاجات مثلا، يعني مثلا هما الاثنين كرنيليوس وليديا ما كانوش من شعب الله، تخيل. يعني احنا بنحكي في قصه من الكتاب المقدس، وممكن حد من المشاهدين يتخيل دول كانوا من اسرائيل. لا، ما كانوش من شعب الله اساسا. هما الاثنين امميين، من الامم يعني. من أممي. أيوة أيوة أيوة. والله وصل لهم، فدي حاجه تشجعني ان الله يوصل لكل الناس. ملهوش فئه محدده، ملهوش ناس معينه، ملهوش غني وفقير، ملهوش حد بيحضر كنيسة معينة وحد بيحضر كنيسة معينة، ما عندوش حد حتى في ديانة معينة وديانة معينة، تخيل. إذا كنت طالب الله من قلبي، وأنا بشجع أي حد بيسمعنا وبيشاهدنا دلوقتي وهو بيبحث عن الله، أيا كانت ديانتك، بقول الكلام دوت لكل مشاهد، أيا كانت ديانتك، أيا كان توجهك الفكري، في ناس فينا يمكن لغايه دلوقتي بتدور على الله. لو بتدور عليه بشكل فيه اخلاص حقيقي، الله قادر ان يعلن نفسه ليه. كرنيليوس كان بيعمل كده، كان بيدور على الله، كان بيتعبد ويصلي، لكن ما كانش عارف الطريق للخلاص. زي ليديا كانت بتحاول انها توصل لربنا بس مش عارفه الطريق. علشان كده فبعت لها بولس، ربنا بعت لها بولس. وعلى كرنيليوس ربنا بعت له بطرس. يعني بعت لهم احلى رسول. يعني ممكن ربنا يبعت لي حد عشان يساعدني اقبل المسيح مخلص يعني. وفي لبس على فكره ربنا بعته برضه للخصي الحبشي. يعني كل اللي بيبحث عن الله، الله مسؤول انه يوصل له من خلال ايه؟
على فكره برضو يبعتنا، يبعت ازاي؟ ما ممكن حضرتك وانا دلوقتي واحنا قاعدين قدام المشاهد في الشاشه، وهو حضرتك قاعد دلوقتي بتسمع البرنامج ده، يبقى ربنا بعتنا لغايه بيته عشان نوصل له الرساله، عشان يسمع الكلام ده. يعني الحلقه دي ربنا بعتها لناس وهي بتتابعنا وبتشاهدنا دلوقتي. ايوه 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 ايوه. هما الاثنين كانوا امميين، هما الاثنين كانوا متعبدين وبيبحثوا عن الله، هما الاثنين على فكره كان ليهم عاده الصلاه، ورغم كل اللي انا بقوله ده ما كانوش برضو لسه قلبهم مفتوح. بس شوف النقطه الحلوه دي، هما الاثنين قبلوا المسيح وهما بيسمعوا كلمه الله. فدي تورينا حاجتين، تورينا رقم واحد اهميه كلمه الله، يعني النفوس تقبل المسيح عن طريق كلمه الله. لو في حد عايز الكتاب المقدس، كلمه يعني. الله الكتاب المقدس. لو عايز تعرف المسيح، لو عايز تعرف من هو المسيح، لو عايز ربنا يفتح قلبك، افتح الكتاب. كلمه الله مغيره ومحرره. لكن نقطه تانية حلوه قوي يا سيس، هما الاثنين على فكره كون انهم قابلوا وقلبهم اتفتح اثناء كلمه الله، ده يورينا حاجه. انه ياما بنكون بنتكلم من على المنبر، حضرتك انا كل اي خادم، والله يقدر يفتح القلب. احنا بنقول نستنى الاخر في الصلاه، لا ده ممكن يفتح قلبه اثناء الوعظه، اثناء كلمه الله، او اثناء الترنيمه، او اثناء الترنيمه، او اثناء الحلقه دلوقتي. علشان كده مجدا يا رب. عشان كده كل مشاهد وانت بتشاهد دلوقتي حالا حالا واحنا بنتكلم، يقدر الرب يفتح قلبك. يعني مش لازم يستنى لاخر الحلقه، حالا ممكن يرفع قلبه للرب ويقول له افتح قلبي دلوقتي يا رب، اشتغل فيا يا رب، انا بارادتي اهو جاي وبقول لك عايز اقبل عملك. أيوة. والخلاص وتغيرني وتخلصني. هما الاثنين كرما، تخيل. ليديا ليديا وكرنيليوس، هما الاثنين كرما. ازاي عرفت يعني؟ ليديا اول ما قبلت الرب قالت لهم عايز اعزمكم في بيتي، واتخيل كده بولس وسيلة، يعني بيتها كمان اتفتح، بيتها اتفتح مش بس قلبها. واتخيل بولس وسيلة يقول لها لا مش لازم، ما فيش اي داعي وكده، عارف احنا بنحب نتعازم. لكن الكتاب المقدس يصر على كلمه، فالزمتنا. كرم، كرم بجد، دي شدتهم. كرم يعني بتفكرني ببلادنا الجميله في الصعيد، يعني شدتهم شد لجوه، ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنه. ايوه بالظبط، كان حكمتم اني مؤمنه. طب بس بس استنى اخ مايكل، عشان دي انا عايز ارجع لها مع حضرتك. اتفضل. ان كنتم حكمتم، يعني انا كبولس والمعاه قرروا كانها زي محكمه، يعني قعدوا وخدوا قرار في المحكمه دي ان ليديا بقت بنت للرب، مش كده برضو؟ وكرنيليوس بقى ابن للرب، وعلى هذا الاساس دخلوا بيوتهم. طيب هل احنا، بس انا عايز قبل ما اسال السؤال ده عندي سؤالتين. اتفضل. صاروا سؤالين دخلوا ببعض بقى. معلش. لان هم مهمين قوي يعني بصراحه. هو الاخ مايكل اسحاق، انت عرفت الرب امتى؟ عرفت الرب في تقريبا 96 95 96. يعني من كام سنه كده؟ يعني احسبهم بقى كتير. طبعا، يعني مش اقل من 17 سنه حاجه. لا لا، ده احنا داخلين على مثلا حاجه و20 30. ساعدونا يا شباب. من 95 لغايه دلوقتي كام؟ 25 سنه. انت تعرف الرب من اكتر من 27 سنه. طب ما انت عمرك 27 ازاي يعني؟ مش قادر. لا عمري مش 27 قوي يعني. طب مايكل، يعني انا بحبك قوي، ينفع تقول لي انت عرفته ازاي؟ يعني انت اتولدت في بيت، اتولدت في بيت مسيحيين وكده يعني؟ طبعا. بابا وماما انا الاول بس علشان المشاهدين ما يقعدوش يحسبوا ورايا عمري كام، ممكن دلوقتي لما اقول عايز تقولها يعني. انا عشان بس المشاهد يكون مرتاح، انا انا عمري 40 سنه. ما يبانش عليك يعني. انا اتولدت في بيت مسيحي بيحب الرب جدا، بابا وماما، بابا وماما، وبياخدونا للكنيسه على طول. انا كنت على فكره حضرتك ما تعرفش المعلومات دي، يعني يمكن المشاهد، لا انا اول مره، لانه لأنه انا اول مره اسمعها فعلا. لانه المشاهد ممكن يقول ده ايه، دي مرتبطه باللي حاصل، بس انا فعلا قريب من الكلام ده قوي. عشت في بيت متدين بس بالصوره الايجابيه مش السلبيه، اللي يعني انا بستخدم التعبير اللي الناس بتستخدمه. عشت في بيت مؤمن جدا بيحب الرب،
بياخدونا على طول للكنيسة، فأنا اتزرعت في الكنيسة من طفولتي، لكن لم أكن أعرف الرب معرفة حقيقية. أنا كنت أعرف عن الرب، وفي فرق بين أعرف عن وأعرفه. أنا أعرفه هو. يعني بس ببساطة يعني أنا أعرف رئيس البلاد، صح؟ لا أنا ما أعرفش رئيس البلاد، أنا أعرف عن رئيس البلاد. ما تعرفوش هو. طبعا اعرف عنه انه مثلا ساكن في المكان الفلاني، بيروح المؤتمر الفلاني، لكن اعرفه هو شخصيا لا، ده ما اعرفوش. هل في علاقه بيني وبين رئيس البلاد؟ لا طبعا ما اعرفوش. ففي فرق بين اعرف عن، انا كنت اعرف عن المسيح، كان عندي معلومات كتير من طفولتي على فكره، وده طبعا ربنا استخدمه لما كبرت. من طفولتي كنت حافظ، حفظوني في كلمه الله، حافظ مزمور 23 مزمور واحد، عارف الحاجات اللي بنحفظها واحنا اطفال. بس طبعا ربنا استخدم الكلام ده لما كبرت. اعرف حاجات كتير قوي عن الكتاب المقدس وعن كلمه الله، لكن ما كنتش مولود ولاده تانيه، وما اتغيرتش، والمسيح ما سكنش جوه قلبي، لدرجه ان لما كنت اروح مؤتمرات، لما ابتديت اكون في يعني سن، وانت كده برضو يعني متدين، كنت بتروح المؤتمرات برضو. كنيسه ومؤتمرات انا قصتي قريبه قوي من قصه ليديا وكرنيليوس. كنت اروح المؤتمرات في سن اعدادي، وبعدها في سن ثانوي كنت احضر المؤتمرات، وابص كده جنبي الاقي في فرص كرازيه الشباب عمالين يبكوا، فانا اقول هم بيعيطوا ليه؟ هم الولاد دول مالهم في ايه؟ في المؤتمرات. بجد انا بحكي لك حياتي حقيقيا يعني. هم العيال دول مالهم؟ الكلام اللي قاله الراجل ده انا اعرف اقوله، تخيل كنت يعني وصل بيا لحد الايه؟ الكلام اللي بيقوله الراجل اللي بيوعظ ده انا اعرف اقوله، هم بيعيطوا ليه؟ الكلام عادي يعني. طبعا كل ده ليه؟ لانه خلي بالك من النقطه دي، قلبي مقفول، ارادتي ومشاعري لسه ما اتفتحتش، مقفول. انا بعرف معلومات بس، لكن قلبي مش متغير، ما توبتش توبه حقيقيه. لكن هل، ودي حاجه اشجع بيها كل مشاهد يمكن عنده في بيته ابن او بنت بالشكل ده، هل ربنا كل الكلام ده يرميه على جنب؟ لا، هيستخدمه في وقت من الاوقات. في يوم من الايام انا كنت قاعد وكنت في اوضتي وبكتب، انا كنت بحب الشعر قوي، وبكتب قصيده كده، قصيده غزل. طبعا انت تتخيل انه شاب في سن ثانوي، يعني كنت وقتها في سن ثانوي. هيكتب ايه؟ هيكتب اي كلام هايف يعني. قعدت اكتب قصيده كده، انا كنت وقتها احب اسمع واقرا، اقرا لاحمد شوقي وكده، احب الشعر من زمان يعني، واحب الموسيقى من زمان كده. فكتبت قصيده مطلعها بيقول كده: لا اريد معك احدا، انت تكفي لفؤادي. كلام كبير. فاول ما كتبت قلت الكلام ده حلو قوي. طب انا هعمل، بص بقى الفكره الشيطانيه، انا هعمل حاجه، أنا هكتب القصيدة دي بحيث تنفع تستخدم كقصيدة غزل وتستخدم في الكنيسة. إحنا وقتها كنا بنعمل مجلة حائط، طبعًا لا كان في فيسبوك ولا كان في الكلام ده ولا كان في حتى أي حاجة ولا مجلات، كنا بنعمل مجلة حائط، نعمل حتة لوحة كده ونكتب فيها حاجات ومشاركات. فقلت أنا أعملها وأقولها للرب كمان، تنفع كده وتنفع كده، لعبت على الوينجين. لا أريد معك أحدًا، أنت تكفي لفؤادي. كتبت القصيدة، وبعد ما بكتب براجع، فأنا براجع الكلام حاصرني الروح القدس وصوت جوايا كده، أسيس زي ما تكون حضرتك كده قدامي وبتكلمني، يقول لي: أنت بتكلم مين؟ لا أريد معك أحدا. أنت بتكلمني؟ أنت بتكلمني أنا دلوقتي؟ إحنا مفيش حد معانا في الأوضة، مفيش حد سامع اللي أنت بتقوله ده، هل أنت تعني الكلام ده؟ هل أنت فعلا لا تريد حد معايا؟ أنت تكفي لفؤادي. وابتديت أترعب زي ما يكون واحد بيكلمني، وابتدى الرب والروح القدس بقى، ده دور زي ما كنا بنقول فتح الرب قلب، ابتدى الروح القدس يستحضر بقى الكلام اللي سمعته في المؤتمرات والكلام اللي حفظته من طفولتي والكلام ده، ويطلعه كله ويبتدي يشتغل بيه جوه قلبي، وابتدى يفتح قلبي. وابتديت انا في الليله دي اطلب الرب بقى، خدت انا دوري بان اطلب الرب، صرخت بقى وصليت. ده مع نفسك، ما كانش حد جنبك لوحدك يعني. ده لوحدك لوحدك طلبت الرب. كان سنك قد ايه يا مايكل؟ ما في سن ثانوي، كان سن ثانوي. طلبت الرب في الوقت ده، وابتديت مع الرب بدايه جديده،
وخدت خطوة إني أعيش للرب في الوقت دوت. مجدا الرب. طبعا حصل تحديات وصعوبات بعد كده، لكن الرب مسك إيدي وقواني وخليني خلاني أكمل معاه وأعيش ليه الوقت اللي بعده. لكن مايكل ما قبل مش هو مايكل ما بعد. طبعا مختلف تماما. طيب أنا عارف إنك كتبت ترنيمة وقلت كده من فضلك ربي ارحمني ارحمني. حد بيتفرج علينا دلوقتي يا أخ مايكل، حد بيشاهدنا دلوقتي وسمع اختبارك اتأثر جدا. ممكن تكون حضرتك متأثر جدا أو حضرتك يعني اتأثر ونفسه قوي إن هو يقبل المسيح زي ما حصل معاك يا مايكل. يعني تحب تبص للشاشة بتاعتك وحد دلوقتي بيقول لك أخ مايكل أنا هو ده، أنا ده، تقول له إيه؟ عايز أقول لكل واحد وواحدة بيسمعنا لغاية دلوقتي، إذا كنت متابع معانا الحلقة لغاية اللحظة دي وبتسمع الكلام ده، إذن ربنا عايز يقول لك كلام مهم. أثق إن الروح القدس دلوقتي بيشتغل جوه قلبك وبيفكرك بحاجات أنت عشت فيها، حاولت إنك تتغير وما قدرتش، حاولت إنك تقرب من ربنا وما عرفتش، وكان في قيود زي ما كنا بنقول من شوية وبنرنم، إبليس رابط إيدي بسلاسل وقيود، وحاولت تتعبد وتتدين وتصوم وتصلي وما عرفتش. اقول لك بقى الحل، انت عندك حل رائع النهارده، اعمل زي العشار. وانت دلوقتي بتشوف معانا ومتابع على الشاشه وبتشوف البرنامج، قول للرب اللهم ارحمني انا الخاطئ يا رب. قول للرب زي ما بنصلي كتير في صلواتنا، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. قال داود للرب اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري. أيوة. قال له يا رب قد اختبرتني وعرفتني، انت عرفت جلوسي وقيامي. ربنا يقدر، اللي عارفك وعارفني يقدر يتوبك لما تقول لي اللهم ارحمني انا الخاطئ. بس المهم، ودي نقطه مهمه قوي دلوقتي تعملها حالا دلوقتي، لو في خطيه انت مستعبد ليها، أيوة، باسم الرب يسوع اتركها، سيب الخطيه دي، ارميها ورا ظهرك وابتدي مع المسيح بداية جديدة النهاردة، وقول له اغسلني يا رب بدم صليبك اللي يقدر يغيرني ويغسلني. واسمع الآية الحلوة دي اللي هختم بيها الفكرة الجميلة دي، وصلي معايا في قلبك، ودم يسوع المسيح أيوة ابنه يطهرنا من كل خطأ. ماجدة تحب تصلي قبل ما ترنم يا أخ مايك؟ تفضل تفضل. يا رب بشكرك يا رب وأعظمك من كل القلب لك، لأنك ماجد وحدك فيك الخلاص، مبارك أنت إلى الأبد. أنا جاي مع أخواتي بنقول لك يا ما حاولنا كتير، أيوة، أو زي ما الترنيمة بتقول يا ما حاولت وكنت بحاول، حاولنا إن إحنا نغير في نفسنا، حاولنا إن إحنا نعمل أعمال حلوة، حاولنا إن إحنا نصلح في نفسنا وفشلنا يا رب، واكتشفنا إن مفيش حل لينا غير في شخصك. بصلي من أجل كل مشاهد يا رب ومشاهدة الآن، كل واحد بيطلبك الآن في مكانه، اوصل ليه، غير قلبه، امتلك قلبه، اغسله بدمك الغالي الكريم. ونحن نثق أن دمك يطهر من كل خطية في اسم الرب يسوع. أنا أثق أنه إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، تقدر النهاردة تعمل خليقة جديدة، قلب جديد، تغير الفكر والقلب والمشاعر وتفتح كل قلب قاسي في اسم الرب في يسوع. آمين. نرنم. أمين. من فضلك رب ارحمني. ممكن ترنم مع مايكل، ولو كنت صليت معاه تشجع أن ترنم من قلبك أينما كنت. انت فين في أي بلد، في أي مكان، انت لوحدك، انتوا مجموعة في أوضة واحدة. يا ما ناس قابلتني وقالت احنا كلنا بنتكلم نتفرج على البرنامج، ممكن تكونوا عيلة بتتفرجوا. قل له كده من فضلك رب ارحمني. حررني من العبودية، من فضلك رب ارحمني، طهرني من الخطية، من فضلك سامح جهلي، حررني من العبودية. إن كان إبليس
خطايا كتير شدتني، أنا واثق ربي في حبك تقبلني وتتوبني. أنا راجع أنا راجع أنا راجع بالإيمان، أنا راجع أنا راجع قبل فوات الأوان، أنا راجع أنا راجع أنا راجع بالإيمان، أنا راجع أنا راجع قبل فوات الأوان، أنا راجع للحنان عشمان في الغفران، أنا راجع بالإيمان أنا راجع ممدودة لواحد زي أبي، مع إني كل خطية وإنت رب عظيم. شايف إيدك ممدودة لواحد زي أبي، مع إني كل خطية وانت رب عظيم. يا ما ندهت اللي بحبك وما كنتش عايز اسمع، لكن من قلبي بقولك الليلة انا عايز ارجع. انا راجع انا راجع انا راجع بالإيمان، انا راجع انا راجع قبل فوات الأوان، انا راجع انا راجع انا راجع بالإيمان، انا راجع انا راجع قبل فوات الأوان، انا راجع للحنان عشمان في الغفران، انا راجع بالإيمان انا راجع بالإيمان. جميل. اعزائي والاخ مايكل بيرنم بيقول كلمه جميله قوي. تعرفين انا بركز في الترنيمه قوي، مش بس اسمعها، كنت اتمنى اعرفها ورنم معاك، لكن انا اول مره اسمعها يعني. لكن ترنيمه جميل بيقول كده، انا راجع قبل فوات الاوان. مش انت قلت كده برضه؟ بالظبط. انا راجع قبل فوات الاوان، قبل فوات الاوان. يعني انا نفسي اول المشاهد النهارده بجد تفهم يعني ايه قبل فوات الاوان. يعني ايه النهارده انت حضرتك بتقول لنا وبتكلم المشاهد ارجع قبل فوات الاوان؟ يعني ايه؟ في فرص، في فرص ربنا بيديها لنا في حياتنا، مره واثنين وثلاثه وعشره، بس بيبقى في فرصة أخيرة. وفي فرص على فكرة بتكون للمرة الأولى والأخيرة. يعني مثلا الأعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني، هل تتخيل يا أسيس أن دي كانت المرة الأخيرة اللي هيعدي فيها يسوع وهو معدي قدامه؟ ما كانتش فيها تكون في مرة تانية. علشان كده لما انتهروه الناس صرخ بأكثر قوة يا يسوع ابن داود ارحمني. عزيزي المشاهد، ربنا بيدي لك فرصة واثنين وثلاثة، بس خلي بالك ربما تكون الفرصة الأخيرة. وكتير كتير كتير بتعدي عليك الفرصة، وممكن الأوان يعدي. أيوة أيوة. وأنا أتمنى من كل قلبي ده ما يحصلش، أتمنى ما تكونش دي الفرصة الأخيرة. ياما أسيس رحنا خدمنا في بلاد، وحضرتك أكثر خبرة مني في الكلام دوت، ياما رحنا بلاد وكلمنا ناس ما عداش عليهم الصبح. انا مره في اجتماع، مرتين في اجتماع، اي حد مات اثناء الكنيسه ما هي شغاله، يا جوه الكنيسه،
مخلص 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 الاجتماع. والاجتماع شغال. والاجتماع شغال. بس انا شخصيا بشكر رب لانه المرتين دول كانوا ناس حلوين مؤمنين. لكن ياما مرات كتير قوي بيعدي الفرصه، يعني انا عندي كميه قصص كتير قوي واختبارات حصلت مع خدام الرب مش معايا كمان، واعرفها تماما واثق في كلامهم. يقولوا انه كلمنا الشاب وقال طيب بكره اجي احضر الكنيسه، بكره كانوا بيصلوا عليه في الكنيسه. احنا مش 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 ده اسلوب، احنا مش بنس مش مش هنستخدم اسلوب تهديد. بس ده حصل يعني. مش هنستخدم اسلوب تهديد. بس حصل. بس احنا عايزين نقول لان احنا بنحب كل واحد وكل واحده، ودي الرساله اللي زي ما كنا بنقول في اول الحلقه، دي الكرازه، دي البشاره اللي احنا شايلينها. عندنا خبر مفرح ونفسنا كل المشاهدين يفرحوا بيه. عندنا خبر سعيد انه عندك حل لمشكله خطاياك اللي انت مش عارف تحلها. عندك حل في حياتك انك تاخد المسيح مخلص شخصي جوه قلبك فيغيرك وتتحل المشكله قبل فوات الاوان. جميل قوي يا مايكل بصراحه، يعني ان الواحد ما يقولش انا صغير، ما يقولش انا كبير، ما يقولش بكره، ده اللي انت عايز تقوله لنا. انا راجع من قريه زي ما حضرتك قلت بدون ذكر اسم. احنا كان عندنا حمله كرازيه كبيره كان يحضرها تقريبا 2000 واحد. راجع من قريه. انا لسه اول امبارح. في القريه دي في كذا حاله موت، عارف، منهم حالات، وهم طبعا انا اثق انهم ممكن منهم بالتاكيد ناس بيتابعوا البرنامج دلوقتي. منهم حالات موت لشباب وهم بيلعبوا كوره في الملعب. يا الهي، تخيل. يا الهي، يعني شباب صغير ما فيش اي سابق انذار، حد على سريره، حد وهو ماشي في الشارع، مش كورونا، مش اي حاجه، ما فيش اي سابق انذار قبل فوات الاوان. انا ما اعرفش، انا ممكن ما اطلعش النهارده من الاستوديو، انا ما اعرفش عليك يعني. فحلو ان احنا نكون جوه قلوبنا هذا التوجه، انا عايز اتوب قبل فوات الاوان. احكي لحضرتك قصه جميله. موجوده في التراث الكنسي. ايوه. عن شاب وشابه راحوا لراهب حلو وهم كانوا في علاقه مش مظبوطه قوي، فسالوه قالوا له احنا عايزين عندنا سؤال على قلبنا كده عايزين نسأله. هو اول ما هم دخلوا عليه الروح القدس نور قدامه الوضع بالظبط ايه. فادرك هم ايه بيعملوا ايه وعايشين ازاي. خلي بالك الروح القدس بيعلن لرجاله حقائق يعني. طبعا. فاول ما دخلوا عليه قالوا له احنا عندنا سؤال، امتى نتوب؟ فهو راح بص لهم كده وزي ما بقول لحضرتك الروح القدس فهمه الوضع بالظبط، فراح قال له يا ابني يا بنتي الانجيل بيعلن لينا انه ينفع تتوب قبل ما تموت بلحظه. هم خرجوا فرحانين، ده خلاص بقى قبل ما نموت بلحظه يعني نعيش حياتنا زي ما احنا عايزين. فراحوا هم خارجين هيركبوا العربيه وهيخرجوا، وراحت البنت سالت الولد قالت له طيب احنا هنموت امتى؟ قال لها لا لا الموضوع سهل قوي، تعالي نلف ونرجع ونساله مره ثانيه. رجعوا له راحوا قالوا له طيب احنا ممكن نموت امتى؟ راح بص له، فطبعا هو كان الروح القدس مفهمه بالظبط. قال له شوف يا ابني أنا عرفت أجاوبك على السؤال الأول، إنه الله يقبلك حتى قبل ما تموت بلحظة زي اللص التائب. أي لكن إمتى تموت أنا معرفهاش، ربما تكون وإنت خارج دلوقتي من الدير. فحلو، وطبعا الشاب والشابة وصلت لهم الرسالة. أي. وعرفوا وصلوا. أي. حلو إن أنا أدرك إنه باب التوبة مفتوح ليا، بس المهم إني أستفاد من هذا الباب قبل فوات الأوان. ده شيء رائع جدا يعني. طب انا دلوقتي لو انا قلت لك يا مايكل انا مقتنع باللي انت بتقوله، خلاص يا عم انت بتقول لي اني اقبل المسيح قبل فوات الاوان، احنا معلش انا سامحني احنا باين لنا 4 دقائق، فانا عايز بس في دقيقه عشان عايز اسيبك ترنم ترنيمه ختاميه مع الاحباء، في دقيقه تقول لي اعمل ايه، قولي خطوات واضحه مترتبة متنظمة، ما تخلينيش. ولو اني اقول لكم على حاجة يعني ممكن تتصلوا بينا وتتواصلوا معانا ونديكم توضيحات أكتر، لكن ممكن تقول لي 1 2 3 كده 1 2 3 أعمل إيه؟ أنا هجاوب من اللي قاله الكتاب المقدس. يوحنا 3:14 قال كده، إنجيل يوحنا أصحاح 3:14. أيه. وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. عزيزي المشاهد ده اللي عمله المسيح من أجلك. رفع ابن الإنسان لكي لا يهلك. أنا أعمل إيه بقى؟ هو ده سؤال حضرتك. كل من يؤمن به، أؤمن بالمسيح الذي جاء ومات وقام من أجل خطايانا،
وقام من أجل تبريرنا، بل تكون له الحياة الأبدية. مرة تانية عيد، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. دوري ودورك، مرة تانية يكرر كل من يؤمن به. عدد 18 يكرر نفس الموضوع، الذي يؤمن به لا يدان. دوري يا أسيس، وإحنا لو هنلخص كلامنا النهاردة في الجملة اللي جاية دي، دوري كإنسان أني أؤمن أن المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص، أؤمن أن دم يسوع المسيح هو الطريق الوحيد لغفران خطاياي وهو الذي يحررني، وأعمل إيه؟ آجي للمسيح بتوبة حقيقية. ودلوقتي حالا تصلي من قلبك وتقول له اللهم ارحمني أنا الخاطي، وأترك كل خطية أنت عايش فيها، وعيش مع المسيح بحياة جديدة مغسول بدم المسيح. ربنا يباركك يا أخ مايكل، بجد جميل جميل جميل. أعزائي المشاهدين الكرام، أكيد استمتعنا بالوقت اللذيذ قوي ده. أشكرك جدا، وأشكر أحباء الفريق الجميل اللي معك حي. ربنا يباركك جدا، ونشوفكم مرة تانية وفي جي وقتك، ونستمتع بالاختبارات الجميلة. أنا حاسس عندك اختبارات كتيرة، ما عارفش ليه كده، من اللف كتير الظاهر بقى عندك اختبارات كتيرة. وأنا بحب قوي الجو ده، بجد بحبه جدا، الحاجات العملية دي. أشكركم لأجل حسن المتابعة، وأتمنى يعني قبل ما أسيبكم مع التنيمة الأخيرة مع الأخ مايكل والإخوة الأحباء، أنا عايزكم تتشجعوا وتصلوا وتطلبوا الكتاب المقدس، وإحنا تحت أمركم. أعزائي المشاهدين الكرام، أراكم الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من جي وقتك، وإلى أن ألتقي بك أتركك في رعاية الله مع ترنيمة ختامية. وانا ما تحبش وقبلت انك تلقاني، وتغير حالي وقلبي وبقيت سكني وعنواني. حبتني وانا ما تحبش وقبلت انك تلقاني، وتغير حالي وقلبي وبقيت سكني وعنواني. بالنعمة انا متخلص بمحبة كبيرة قوية، بالنعمة انا متخلص بمحبة كبيرة قوية، ولشخصك انا متخصص تعمل ما بدالك بيا، ولشخصك انا متخصص تعمل ما بدالك بيا. حبتني وانا ما تحبش وقبلت انك تلقاني، وتغير حالي وقلبي وبقيت سكني وعنواني. حبتني وانا ما تحبش وقبلت انك تلقاني، وتغير حالي وقلبي وبقيت سكني وعنواني. في العالم كنت انا عايش متاخد في الدوامة، في العالم كنت انا عايش متاخد في الدوامة، واما احب اني اصرف ابليس حاطط لي كمامة، واما احب اني اصرف ابليس حاطط لي كمامة. حبتني وانا ما تحبش وقبلت انك تلقاني، وتغير حالي وقلبي وبقيت سكني وعنواني. حبتني وانا ما تحبش وقبلت انك تلقاني، وتغير حالي وقلبي وبقيت سكني وعنواني. قلت لك ابعد عني وطريقك مش عايز امشي، قلت لك ابعد عني وطريقك مش عايز امشي. لقيتك جيت وناديتني وصليبك ضماني فيه، لقيتك جيت وناديتني وصليبك ضماني فيه. حبتني وانا ما تحبش وقبلت انك تلقاني، وتغير حالي وقلبي وبقيت سكني وعنواني. حبتني وانا ما تحبش وقبلت انك تلقاني، وتغير حالي وقلبي وبقيت سكني وعنواني.
بعد ما غيرتني قلبي أشهد لك إنك ربي بعد ما غيرتني قلبي أشهد لك إنك ربي قلبك طيب وبيسع مهما كان كبير ذنبي قلبك طيب وبيسع مهما كان كبير ذنبي حبتني وأنا ما تحبش وقبلت إنك تلقاني وتغير حالي وقلبي وبقيت سكني وعنواني وحبتني وانا ما تحبش وقبلت انك تلقاني وتغير حالي وقلبي وبقيت سكني وعنواني.